ايه اللي خلاك ما تاخدش ادويه وما تعملش عمليه؟ لانه ده الاختيار الاسهل اللي احنا بنعتقد انه قرار طبي مش مفروض اي واحد كده منه لنفسه ياخده. تمام. هو انا موضوع الدواء ده انا طول عمري اسمع ان في دواء، بس يعني ما سمعتش ان حد يعني او بشوف حاجات بس ما بصدقش ان مثلا حد ده خد دواء فخس مثلا مجرد انه خد دواء، يعني او على حسب رايتي او معرفتي ما اعتقدش ان في حاجه كده. بالنسبه للعمليات انا بخاف جدا، فيعني ما عنديش استطاعه ان هو بفكر لو انا اخش يعني مثلا على رجليا اخش اعمل عمليه عشان اخس، او حد هي يعني عارفه انت اللي هو انا مش قادر اتخيل الموضوع، بخاف يعني بخاف من الحقن، فمش هخش اعمل عمليه عشان اخس. فخدت القرار بقى اللي هو لا انت لازم ستوب. يعني ابتديت ازاي الريجيم بتاعك وازاي نزلت اكتر من 50 كيلو؟ في البدايه بدات انزل اجري في التراك. الاكل طبعا والدتي قلت لها بقى خلاص بقى اللي هو ستوب كل حاجه. بقيت بفطر مثلا جبنه لايت ونص رغيف عيش اسمر وخيار، غدا برضو مثلا معلقتين رز وشوربه خضار، العشاء كان فاكهه بس. يعني فضلت ماشي على والبروتين كنت بتاخد بروتين يعني كان في بروتين في الفطار، كنت باخد ساعات باخد بيض مسلوق، والغدا طبعا يا فراخ يا لحمه يا سمك. يعني الاساسيات الرجيم الاساسي اللي هو من اللي هو من واحنا صغيرين عارفين انه العناصر الغذائيه موجوده بس كميات قليله. بالظبط بالظبط، اكل عادي بس كنت مقلل كل حاجه. بعد 6 شهور تقريبا وصلت 110. يعني انت اول 6 شهور كان تقليل الاكل ومفيش رياضه خالص؟ لا، كان في جري، كان في جري بس ما كانش بانتظام. كان في جري. كنت بنزل اجري في الاوقات، في الايام اللي انا كنت فاضي فيها كنت بنزل اجري العصر كده ساعه مثلا، يعني ساعه ساعه الا ربع، ساعه ساعه الا ربع كده اللي هو على قد ما بقدر ماشي وجري. فالموضوع مش يعني كان نظام غذائي وشويه جري. بالزبط. او حركه. بالظبط. بعد 6 شهور ابتديت تلعب بقى رياضه فعليه. تمام. طيب هو انا مشيت على نظام اسمه بي اس ام اف، ده نظام هو لو كارب. تمام. نشويات قليله جدا. كان الفطار مثلا جبنه قريش، بيض، خيار. تمام. الغداء بروتين وخضار او سلطه. تمام. العشاء برضو بروتين وخضار. طيب هسألك زي ما سألت رامز، قرصة الجوع كنت بتعمل فيها ايه؟ كنت بشرب مية. يعني ما كانش في حاجة، ما فيش اللي هو انا وصلت لمرحلة ان انا خايف اكل. يعني عارف انت اللي هو انت خايف تاكل. طبعا انت لو قعدت تفكر في موضوع الكالوريز والكلام ده موضوع مخيف. يعني الواحد الناس ممكن تعمل ريجيم وبعدين في لحظه انهيار، ما اعرفش بقى سببها ايه، مثلا يمكن قله النوم عايزين يناموا، يمكن فقدان امل. تمام. ازاي تجاوزت لحظات الانهيار دي؟ ما فيش، انا كنت بشرب ميه وكنت بشغل نفسي اي حاجه، مثلا العب بلاي ستيشن، انزل العب كوره، اي حاجه. يعني بعد افكر في اي حاجه غير الاكل، لان انا لو قعدت واللي هو انا جعان كده لا لازم تروب. يعني كنت رابط الحيوان اللي جوايا ده اللي هو عايز ياكل. الوحش. الوحش اللي جوا ده. ف لا، موضوع عزيمه يعني مش يعني 55 كيلو او 54 كيلو في 9 شهور تقريبا. تمام. الحقيقه انه الارقام اللي انتوا وصلتوا لها بالنوعيه دي من النظام الغذائي زي ما بيقولوا رياليستيك، يعني واقعيه. واقعية، واي حاجة واقعية بتخلي الناس تقدر يمكن تتمثل بيها او تشوفها تقدر تطبقها. انا طلب الاخير من استاذ رامز واستاذ محمد كل واحد يختصر تجربته كده مع فقدان الوزن لو هو عايز يقولها لحد. هو انا عايز اقول حاجة مهمة جدا في ملخص الموضوع ده فعلا. كلم جسمك، مش بهزر والله، كلم جسمك، اتكلم معاه، شوف ايه اللي يناسبه وايه اللي يرضيه وايه اللي يكون كويس بالنسبة للكالوريز، لأن الجسم عموما بيهموش نوعية الأكل اللي داخلاله قد ما بيهمه نوعية حجم الكالوريز اللي داخله من الأكل ده. فما تأذيهوش، يعني اتكلم معاه. أنا شخصيا بكلمه اللي هو ناكل إيه النهاردة؟ إيه اللي هيناسبك؟ إيه اللي مش هيناسبك؟ ممكن النهاردة نبوظ؟ طيب بجد يعني أنا بحاول حاطط الموضوع كده زي في فريندشيب ما بيني وما بين جسمي عشان نقدر إحنا الاتنين نمنتين بعض ونكمل يعني. ف
فدي حاجه ما بقاش علبه عمالين نرمي فيها. لا 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 ما ينفعش، دي حاجه هي بالظبط لو افترضنا ان هي عربيه يعني وحضرتك حطيتي فيها شنط كتيره جدا هتمشي ازاي؟ هل هتمشي؟ نسيت حضرتك قلت لي انت كان وانت صغير عندك ضغط وعندك بطلت اخد دواء فعلا ما خفتش طبعا يعني ده مرض انا فاهمه بس يعني مظبط ضغطك الحمد لله يعني. واستاذ محمد انت بقى ما فيش كبسه ولا برياني ولا الحاجات دي خلاص؟ لا خلاص الموضوع بقيت هيلثي تمام. استاذ محمد عبد الجليل واستاذ رامز احمد خدوا تجربه فقدان الوزن عبر شهور طويله مش سهله، انما ما لجأوش ابدا لا العمليات ولا ادويه قد يكون لها اثار جانبيه مميته. بشكركم شكر جزيل وفرحانه جدا استاذ رامز واستاذ محمد.